Ala ta'lamu anna Allah lam yunadi rasulahu sallallahu alayhi wa sallam bismihi al-mujarrad بل وقد نادى على كل الأنبياء بأسمائهم المجردة فقال تبارك وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام منا وبركات يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى لا تخف يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى فلما أراد أن ينادى على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى يا أيها النبي ربك ينادي تبارك وتعالى بمحمد بمحبة رسول الله عند الله لم ينادي رسوله باسمه محمد والله في كل القرآن من الفاتحة إلى الناس يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر سبحان الله وما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم محمد إلا بقرينة الرسالة والنبوة فقال تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول الله أكبر وما محمد إلا رسول سبحان الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الرسالة والنبوة مع الاسم محمد صلى الله عليه وسلم لمحبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم